بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية في هذه الحلقة إن شاء الله غنشوفوا بعض العبارات المهمة الممكن استعمالها بطبيعة الحال أثناء الحوار في اللغة الفرنسية. إذن أول عبارة عندنا نيك ألي شوفو كور، يعني أن نيك لديها شعر قصير. نيك ألي شوفو كور، طبيعة الحال كور يعني قصير. كلمة شوفو هي كلمة في اللغة الفرنسية تأتي جمعا، نقول دائما لي شوفو، المقصود به الشعر. مادام أننا نتكلم على كلمة جمع، كلمة مذكرة، إذن كلمة كور أنها تأخذ في الأخر أس، لن نقول كورت بل سنقول كور. إذن نيك ألي شوفو كور يعني أن نيك لديها شعر قصير. على عكسها ليزا ألي شوفو لون، ليزا ألي شوفو لون يعني أن ليزا لديها شعر طويل. طبيعة الحال بنفس الشكل، شوفو كلمة مذكرة جمع، إذن طبيعة الحال سنضيف واحد الأس. في حالة مؤنث نقول لونغ لونغ، هنا لون. ليزا ألي شوفو لون يعني أن ليزا لديها شعر طويل. العبارة الأخرى إل ألي شوفو مي لون، إل ألي شوفو مي لون يعني ليست لون يعني أنها طويلة، ولكن مي لون يعني أنها نصف طويلة، المقصود أنها متوسطة الطول. طبعا حالة كلمة مي تأتي في العديد من الكلمات لتفيد نصف كذا، مثلا ميطون ميطون. ممكن أن مقابلات تلعب في شوطين وسط هذا الوقت يسمى ميطون، يعني وسط الوقت المخصص للمباراة. تنقول احنا ميطا، هنا بطبيعة الحال نتكلموا على ميطون، وسط الوقت. إذن إل ألي شوفو ميلون يعني أنها عندها شعر نصف طويل، المقصود أنه متوسط الطول. Il a les cheveux raides. Il a les cheveux raides. يعني عنده شعر مستقيم. Elle a يعني هي عندها. Il a يعني هو عنده. Elle a les cheveux longs يعني هي عندها شعر متوسط طول. Il a les cheveux raides يعني هو عنده شعر مستقيم. Elle a يعني هي عندها les cheveux ondulés يعني هي عندها شعر متموج. نتكلم عن ليزوند يعني الموجات، مثلا الموجات الصوتية، إذا نتكلم عن ليزوند، ليزوند يعني الموجات. إذن إل أ لي شوفو أونديلي يعني عندها شعر متموج. تينا أ لي شوفو بوكلي، تينا أ لي شوفو بوكلي يعني أن تينا لديها شعر مجعد، يعني أنها تملك شعرا مجعدا. تينا تملك شعرا مجعدا، أو تينا لديها شعر مجعد. طبعا الحال بنفس الشكل نتكلم عن كلمة شوفو جمع مذكر، بوكلي عنده واحد اس في الأخر، إذا نتكلم عن جمع. عندنا ماريا ألي شوفو كولور نوازيت، ماريا ألي شوفو كولور نوازيت يعني أن ماريا عندها شعر كولور نوازيت، يعني أنه بلون فاكهة البندق، لون بين الصفرة والبني. إذا ماريا عندها شعر بهذا اللون. ماريا ألي شوفو كولور نوازيت يعني أن ماريا تملك شعرا بهذا اللون. بيتر ألي شوفو نوار يعني أن بيتر عنده شعر أسود. أولي إي بلوند، أولي إي بلوند يعني أن أولي شقراء اللون، بلوند. في حالة إذا تكلمنا عن بيتر مثلا شخص مذكر، مثلا نقول بيتر إي بلون. في حالة مؤنث مثلا أولي نقول بلوند، أولي إي بلوند يعني أن أولي شقراء. روزي اي روس يعني ان روزي حمراء اللون، غالبا نقول للشعر يعني انه احمر اللون. اذا ممكن اننا نقول روسي بانها ذات شعر احمر. اذا روسي اي روس، لا نتكلم عن كلمه روج، روج طبعا الحال احمر، هنا روس اصهب. إل أ لي زيو مارون يعني هو عنده، إل أ يعني هو عنده، طبعا الحال نتكلم على أ، هذا أفوار، أ هذا أفوار، طبعا الحال تنقولوا J'ai, tu as, il a. Il a. Nous avons, vous avez, ils ont. ممكن أننا نقول مثلا Nous avons les yeux marrons. يعني نحن عندنا أعين ذات اللون البني. Il a les yeux marrons. ممكن أننا نقول مثلا Elle a les yeux marrons. يعني هي عندها أعين بنية، بنية اللون. نقول مثلا Elle a les yeux verts. يعني هي عندها أعين خضراء. les yeux كلمة مذكرة جمع، إذا نقول vert. في حالة المؤنث نقول vert. إذا elle a les yeux verts يعني هي عندها أعين خضراء.
Il a les yeux bleus. هو عنده عيون زرقاء. Il a les yeux bleus. Elle est mat de peau. Mat أو ما طبعا الحال بالنسبة للمذكر. Mat بالنسبة للمؤنث. Elle est mat يعني أنها شاحبة اللون إن صح التعبير. طبعا الحال كلمة mat نقولها عن اللون الذي ليس فيه يعني بريق أو نقول عن الصوت الذي ليس فيه رنين. عندما نقول عن جلد بأنه مات يعني أنه يميل للسواد يعني أنه غير ناصع هذا هو المقصود. إذن elle est mat de peau يعني أنها شاحبة أو مكدرة الجلد إن صح التعبير. elle est mat de peau. Il a le teint clair. Il a le teint clair. طبعا الحال كلمة teint أنها تعني لون الوجه. colori du visage. colori du visage يعني لون الوجه. وممكن أن تعني صبغة مثلا واحد الصبغة نعطيها لواحد القماش إذا نتكلم عن تان. ومنها أيضا تانتور يعني الصباغة تانتور. ومنها كلمة تانتور يعني سيلاكسيون دو تاندر. طبعا الحال كاين فعل باندر يعني أنك تدهن أو ترسم بالألوان يعني أنك تستعمل ألوان. هنا طبعا الحال تاندر يعني أنه فعل تشبه الباندر إلى حد ما. إذا نتكلم عن تان هنا المقصود به لون الوجه. إذا نقول il a le teint clair يعني أنه عنده لون الوجه واضح يعني أنه ساطع. elle est petite. elle est petite يعني أنها صغيرة. il est grand يعني هو كبير. elle est mince يعني أنها ضعيفة أو رقيقة. أو مثلا نقول il est mince يعني أنه رقيق يعني أن الجسم ديالو رقيق نحيف. il est grand يعني عكسوا. il est grand يعني عكسوا يعني أنه ضخم. طبعاً الحال في المؤنث نقول غروس. إلي غروس يعني أنها ضخمة. إلي ماجر يعني أنه ضعيف نحيف. إلي ماجر يعني أنه ضعيف أو نحيف الجسم مثلاً. إل أ أنكور مثلاً ماجر يعني عنده جسم ضعيف أو نحيف. إلي غابيد يعني أنها سريعة. إلي غابيد يعني أنها سريعة. إلي لون. إلي لون عكسها. إلي لون يعني أنه بطيء. طبعا حال في المؤنث نقول elle est lente يعني أنها بطيئة. elle est forte. elle est forte يعني أنها قوية. elle est forte يعني أنها قوية. طبعا حال في المذكر نقول il est fort. il est fort في المذكر نقول il est fort يعني أنه قوي. elle est faible. elle est faible يعني أنها ضعيفة. نفس الشيء في المذكر. elle est jolie. elle est jolie يعني أنها جميلة. في المذكر نقول il est jolie. طبعا حال غنحذفو هاد أ. في المذكر نقول il est joli. طبعا الحال غنحذف هاد أ المقصود أنه جميل. il est beau يعني أنه جميل. في المؤنث نقول elle est belle. في المؤنث نقول elle est belle يعني أنها جميلة. beau بالنسبة للمذكر. belle بالنسبة للمؤنث. il est mignon. il est mignon يعني أنه ظريف. أحيانا تعني صغير يعني أنه ظريف وأحيانا نقول عنه بأنه صغير يعني أنه ظريف أو صغير. إذن مينو. طبعا بحال في المؤنث نقول مينون. في المؤنث نقول مينون. نقول مثلا إلي مينون يعني أنها ظريفة أو صغيرة. باشي يعني أنه خاطئة. باشي يعني خطأ يعني بحال شي واحد دار شي خاطئة أو مثلا ارتكب واحد سيئة يعني أنها سيئة أو خاطئة. إذن نقول باشي مينو يعني أنها خاطئة صغيرة يعني ماشي شي خاطئة الكبيرة. إلي لاد. إلي لاد يعني أنها قبيحة. elle est laide يعني أنها قبيحة. elle est laide يعني أنها قبيحة. نقول عن سيدة مثلا بأنها أميكال يعني أنها ودودة ولطيفة. إذا نقول elle est amical. elle est amical. il est gentil يعني أنه لطيف أيضا. il est gentil يعني أنه لطيف. elle est calme. elle est calme يعني أنها هادئة. نفس الشيء بالنسبة للمذكر نقول إلي كان يعني أنه هادئ. إلي تيميد يعني أنها خجولة. تنقول على شي واحد بأنه خجول تيحشم. إذا نقول عنه تيميد. إلي تيميد. إل أ دو ليمو يعني أنه عنده فكاهة. إل أ يعني عنده دو ليمو يعني عنده فكاهة. إلي أنتيليجونت. إلي أنتيليجونت يعني أنها ذكية. بالنسبة للمذكر نقول انتيليجون. نقول إلي انتيليجون يعني أنه ذكي.
بالنسبة للمؤنث نقول انتيليجونت، مثلا فاطمة إت انتيليجونت يعني أن فاطمة ذكية. إلي باسيون، إلي باسيون يعني أنه صابور. بالنسبة للمؤنث نقول إلي باسيونت يعني أنها صابورة. إذن تنضيف واحد الأ هنا. إلي باريسوز، إلي باريسوز يعني أنها كسولة. بالنسبة للمذكر نقول إلي باريسو يعني أنه كسول. إلي مال إلفي، إلفي كيلكو شوز يعني أنك تربيها. إلفي كيلكا يعني أنك تربيه. إلي مال إلفي يعني أنه ناشأ بشكل سيء، المقصود بأنه ما تربش مزيان. إذا تنقول على شي واحد بأنه ما مربيش، إذا نقول عنه إلي مال إلفي. طبعا نفس الشيء بالنسبة للمؤنث نقول إلي مال إلفي يعني أنها يعني أنها نشأت نشأة سيئة. إلي سيريو يعني أنه جاد، يعني السيد معقول. تنقول على شي واحد معقول، إذا نقول عنه سيريو، سيريو إلي سيريو. طبعا المؤنث نقول إلي سيريوز يعني أنها جادة وأنها معقولة. إلي تاغريابل، إلي تاغريابل يعني أنه جميل. تنوصفوا واحد الجو تنقول عليه بأنه أغريابل. إذا مثلا نقول عن إن رونكونتر أغريابل يعني أننا نتكلم عن لقاء جميل أغريابل. أو مثلا إن سواري أغريابل يعني نتكلم عن أمسية جميلة. إل ترافاي دور، إل ترافاي دور. طبعا حنا نقول عن شيء يبان دور يعني أنه قاسي أو أنه صلب. إذن طبعا الحال هنا تنتكلم على واحد العمل بشكل صلب وفيه قساوة إن صح التعبير. المقصود بأن هذه السيدة تعمل بجد. إل ترافاي دور، إلي سوفيستيكي يعني أنه متطور. طبعا الحال تنتكلم على شي حاجة بأنه سوفيستيك يعني أنه حديث إن صح التعبير ومتطور. إن فابريكاسيون سوفيستيك يعني أننا نتكلم عن صناعة متطورة. إذن سوفيستيك إحنا بطبيعة الحال إلي سوفيستيك يعني أنه متطور. إلي كوراجوز يعني أنها شجاعة. في المذكر سنقول كوراجو، في المذكر نقول مثلا أحمد إي كوراجو، أحمد جريء وشجاع. إلي مارون يعني أنه مضحك. إلي مارون تنقول على شي موقف بأنه مارون يعني أنه مضحك. طبعا الحال في المؤنث نقول مارونت. إذا نتكلم مثلا عن اون استوار مارونت يعني أننا نتكلم عن قصة مضحكة يعني أنها أميزونت. إلي مارون يعني أنه مضحك. إلي بوفر يعني أنها فقيرة. نقول عن شخص مثلا إلي بوفر يعني أنه فقير. هنا بطبعا الحال نتكلم عن سيدة نقول عنها بأنها بوفر يعني أنها فقيرة. إلي بوفر يعني أنها فقيرة. هاد كلمة pauvre بعد مرات تجي أمام بعض الكلمات وتتغير المعنى ديالها. تنقول مثلا pauvre homme يعني أننا نتكلم عن رجل مسكين. أو مثلا نقول pauvre poussin إذا نتكلم عن فرخ من الفراخ نقول عنه مسكين. مثلا مثلا pauvre chien، pauvre chien يعني الكلب المسكين. مثلا إذا نتكلم عن كلمة pauvre طبعا الحال تعني فقير، ولكن عندما تأتي أمام بعض الكلمات أنها تعني مسكين. إلي ريش، إلي ريش يعني أنها غنية. إلي ريش يعني أنها غنية يعني أنها غنية بالمال. وممكن أن كلمة ريش أن تعني أنه غني بشيء آخر. مثلا نقول عن شيئين، نتكلم عن إن أليمونتاسيون يعني واحد الغداء، نتكلم عن أكلين نقول عنه مثلا ريش أون بروتيين يعني أنه غني بالبروتينات. في أتونسيون، في أتونسيون هذا لو فيغ فيغ، لو فيغ فيغ هي عاملة أو فعالة. إذا تقول لشخص في أتونسيون يعني اعمل انتباه، المقصود احذر، المقصود احذر. إذا تقول لشخص في أتونسيون عند الحديث عن أشخاص كثر نقول عنهم مثلا فات أتونسيون يعني كونوا حذرين، يعني اعملوا أو افعلوا حذرا، المقصود كونوا حذرين. إذا طبعا الحال في اللغة الفرنسية نعبر عن هذا المعنى بفعل فاغ، بفعل فاغ اللي هو عاملة أو فاعلة. إذا نقول في أتونسيون أون كوندويزون، في أتونسيون أون كوندويزون، كن حذرا وأنت تسوق. قبل الحال نتكلم عن كوندوير، كوندوير يعني ساقة يعني قادة، يعني أنك تقود مثلا، مثلا كوندوير اون فواتور يعني أنك تسوق سيارة. إذا في أتونسيون أون كوندويزون فوتر فواتور مثلا، يعني كن حذرا وأنت سائق، سائقا، سائقا هكذا. أون كوندويزون المقصود بها سائقا.
ولكن المقصود هو أنت سائق. إذن في attention en conduisant مثلا votre voiture، يعني وأنت تسوق سيارتك. عندنا est-ce que tu peux traduire ça pour moi؟ est-ce que tu peux traduire ça pour moi؟ هل يمكنك أن تترجم؟ طبعا حتى نتكلم على la traduction اللي هي الترجمة. إذن عندنا le verbe traduire اللي هو ترجمة. est-ce que tu peux؟ هنا عندنا le verbe pouvoir. est-ce que tu peux؟ هل تستطيع؟ طبعا الحال le verbe pouvoir هي استطاع، هي أمكن شخص يمكنه كذا أو يستطيع كذا. إذن نتكلم على الفعل pouvoir. أحيانا نتكلم على هذا pouvoir يعني كاسم وكفعل. هناك لو pouvoir اللي هي السلطة، يعني أنها بحالة نقول بأنها الاستطاعة. السلطة طبعا الحال أنها تستطيع. نتكلم عن سلطة دولة مثلا. إذن نتكلم عن لو pouvoir. نتكلم مثلا عن لو pouvoir d'achat يعني القدرة الشرائية. إذن تكون اسم، هذا تيجي بعد مرات اسم، ولكن أيضا تيجي كفعل نفس الكلمة بالحروف ديالها، يعني ممكن أن تكون فعلا وممكن أن تكون اسما. هنا بطبيعة الحال عندنا tu peux، طبعا الحال تنتكلم على فعل pouvoir. est-ce que tu peux traduire، هل تستطيع traduire، كأننا نقول ترجمة، ولكن المقصود في المعنى العام هل تستطيع ترجمة، هل تستطيع ترجمة ساقصد بهذا، هل تستطيع ترجمة هذا pour moi يعني لي، من أجلي أنا، من أجلي أنا المقصود هل تترجم لي، هذا هو المقصود. عندنا هذه الجملة الأخيرة شيكاغو est très différente de Boston، يعني أن شيكاغو جد مختلفة عن بوسطن. شيكاغو est très différente de Boston، مدينة شيكاغو الأمريكية طبعا الحال مختلفة جدا عن بوسطن. إلى اللقاء.